ابنائي وبناتي اعضاء البرلمان العربي للطفل اخواني واخواتي ضيوف هذا الملتقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انه حلم ما بعده حلم بدات الشارقه بتاسيس برلمان الطفل منذ زمن بعيد، وتربى هؤلاء الأطفال على الممارسة الحقيقية للديمقراطية التي كنا نتمنى أن يكونوا فاعلين في هذا البلد عندما يصلوا إلى السن القانونية التي تؤهلهم دخول برلمان دوله الامارات العربيه المتحده الا وهو المجلس الاتحادي الاستشاري وكان الى جانب ذلك تاتي وفود من جميع الوطن العربي تلتقي في الشارقه ونبحث معهم كثير من امور بلدانهم ولكن كنا نتمنى ان يكون كل بلد عربي له برلمان لأطفاله، ولكن لم تكن باليد حيلة. أما اليوم وقد منّ الله علينا بأن وفّق الجميع أن خرج هذا البرلمان العربي للطفل على مستوى راقي جدا، أتى من جامعة الدول العربية. ومن امينها العام ونحن نشكره على تاييده لهذه الفكره الجيده التي كنا نتمناها من زمان وبرزت هذه الفكره وقام بها مسؤولون لا نقول من دوله الامارات العربيه المتحده فقط وانما من جميع الدول العربية التي لديها ظن حسن بالشارقة كادارة لهذا النهج الجديد الذي وُجد على هذه البسيطة في هذه الأيام. ونحن نلتقي بكم هنا. أولاً نرحب بكم في بلدكم وبين إخوانكم وأخواتكم وبين أهلكم فأهلاً وسهلاً ونتمنى لكم الاقامه الطيبه السعيده ان ترجعوا الى بلدانكم سالمين غانمين بالافكار الجيده لكن نحملكم رساله الان كلكم وعيتم ما اهميه البرلمان للاطفال وكيف يمارسون برلمانهم في فترات عمريه متعدده نتمنى ان شاء الله عندما تعودوا الى بلدانكم ان تنشروا هذه الفكره لدى المسؤولين وتقولون لهم نحن هناك في الشارقه وجدنا اخوه لنا لهم برلمان يمارسون فيه انشطتهم و يتدربون فيه ليس في الطفل فقط وانما في الطفل والناشئه وما يتلو ذلك من انشطه فعليه لمسلك الحياه. نتمنى ان شاء الله ان تحملوا هذه الرساله ونضع بجانبها امالنا وتطلعاتنا لكل بلد عربي ان يحذو حذو هذه الفكره الجيده لان الطفل اليوم هو رجل وامراه الجيل القادم هم الذين سيكونون على مستوى المسؤوليه في المستقبل فلا بد لهم ان يكونوا قد اطلعوا على هذه السيره الحسنه من ترتيب الانتخابات الى المناقشات الى النتائج كلها والاسلوب الذي كان يتبع بكل امانه كانت تطرح فيه افكار ليس بالتشدد وانما حتى في بعض الاخوه قال سمعت يقولون في الانتخابات يقول ليس اني انا انجح في الانتخابات ولكن اذا لم انجح فساعطي زميلا لي نجح ما كنت اطالب به. هذه الصوره تظهر مدى حرص هذا الطالب او هذا هذه الطالبه على توصيل فكرته ليس عن طريقه هو وانما حتى عن طريق المجموعه. هذا المستوى الذي وصلت اليه الشارقه. نتمنى ان شاء الله من جميع المسؤولين في الدول العربيه ان يعوا مسؤوليه هؤلاء الاطفال وياخذوا بايديهم الى طريق الصواب وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته